gaz. Voilà, ça marche. Je vous fais la promesse. Les gars, les contrats de gaz, n'aoudouhom, ou drahab, tar gaz, irja le bled. Parce que le wahad Ousmanine, dollar, matraj, fil khazila, jazeria. Donc, oui, vous avez ma promesse qu'on fera le maximum pour que l'argent du gaz irja le bled. Où les contrats, 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 où ça s'appelle changement des conditions économiques. Voilà qui est allé à Twitter, à Facebook, pour les cailles, les puits. Tu as le gaz, tu as au noir. Oui. Tu as le gaz. 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 La mafia t'a le bled, on يقسموا دراهم بيناتهم و 50% شركه طلياليه تاع البترول يسموها ايدي وهادي لا سوسيتي راهي بازيا في لوغانو في سويسرا ودرت لكم فيديو مع لو كونطابل كونطابلي سويسري يحكيها اون ديتاي فوالا هذا باش دابا واش حبنا تفضل عندك دراهم الله يبارك فيكم جينا كاش الجزيره في اوروب ارمي لي ماشي السلطان اروايو ديشاب الجزائر اوروب ماشي بدنا حكا بريجيت جاوبك ولا لا جينا اسمع عندك دراهم الله يبارك يبارك فيك جينا كاش جزيره اسمع جينا كاش جزيره اسمع واللي بريزيدون ابي اسمع على بالكم الجزائر هي بروحها جزيره على دنيا بارك دنيا بارك على دنيا بارك تعالجي داروا الكونترا مع الاماراتيين قال لك اودي شاكاني لازم نبريو لهم 1 مليار دولار لازم تقول لنا صح ولا كذب داروا شرع في انجلترا ربحوهم الاماراتيين في بلادنا وربحوا لنا في الانجليز خلي جاوبكم ربحوا لنا كل عام نمدوا لهم 1 مليار دولار شوف خلي جاوبكم يا جماعه هذه لا مافيا ما تفهموش واش راه كاين هذه لا مافيا جزائريه وين راهي خابيه دراهم تاعها خابيه دراهمها في فرنسا في سويسرا في الامارات في لبنان فهمتوني ولا لا؟ حنايا راهم خابيين دراهمهم على هذا الشيء ديما تسمعوا باللي مسؤولين الجزائريين يروحوا الامارات هذا هو المشكل اسلام بوليتيكي علاش تخلص لي بروسي تاع لي فام فوالي اون الوغ ساكساني على بالكم باللي الماده 2 تاع الدستور الجزائري تقول باللي الاسلام هو دين الدوله اوكي شوفوا حنايا اسلام يبقى دين الدوله ولكن نحترموا اي واحد افكار تاع اي واحد الدين تاع اي واحد على كونديسيون يحترم الدين الاسلام في الجزائر فوالا اجا شوف نكمل انا لماذا نخلص مخالفات المناقبات في اوروبا على جال الحريه الدينيه Je respecte la liberté religieuse aussi bien en Algérie que partout dans le monde entier. Ou fi Iran, fi Iran, kharrej bel habs 29 mar'a li ma bghawch ils lbsou le hijab.
Pourquoi la laïcité? Jean, la laïcité, c'est un... Je réponds, allez. La laïcité, c'est un concept français. Je préfère le concept de neutralité. C'est français. Là, là, là. La laïcité, c'est un concept français. Au Belgique, le concept de neutralité, il veut dire que l'État doit rester neutre en matière religieuse. Voici mon crime. على بالكم باللي بعثوا بلونيس بعثوا بلونيس ربي يرحمه هو ارقاص سي تانو تعرفوا عليه ولا لا؟ قعد في البلاد قعد في البلاد وكومباتا ديكتاتوريه ماشي كيما الناس راهم هاربين في الخارج وربي يعطونا دروس من الخارج وربي Il a négocié les accords des viandes dans l'intérêt de l'Algérie. Voilà quel. Mais quel est le rôle de l'Algérie? Il a négocié les accords des viandes. Il a négocié les accords des viandes. Il a négocié les accords des viandes. Donc, بعد حاسبوهم بس ما يزيدوش يصيروا بلادنا سي امبوسيبل الشركه تاعهم اون فا نيغوسي شوف اون فا نيغوسي او كا بار كا بور ريكوبيري جونتيمون لي ريشيس بس بالعقل برك Oui, je vous écoute. اسمك راشد انا راشد غير الناس خلفاء راشدون للدور راشد ان شاء الله حبيت نسقسي تفضل
Alors je suis journaliste, même temps de la cité. Oui. J'ai été suspendu sur la pression du clan de Zaid. Une question. خلصت عليهم نعم وعلاش ما خلصت على لي فيكتيم دو 2001 نسيتهم alors je vais vous répondre شوفوا على بالكم بال اش جاوا قبل معليش اي جي ريبوندو راك طابع ثاني وي جوج تحت العنايه نتاعهم جاوب ما كنتش هذه جاوب قلت لك شوف هذو الناس على خاطر باش تقولنا ما نحاسبوهمش حنا ما نقبلوش يا خويا هذا شوف كيما جابوا بودي الله يحفظه شوف بودي افرا يحفظه راه يحاسبهم شوف يا خويا زيد شوف نعاودها معليش شوف لا بوتي دو لا ريبيتيسيون معليش انا تعاود جاوب تعاود شوف Ils ont fait deux peuples, c'est-à-dire que on dirait des animaux quoi, des animaux. Ayawan. Des animaux. تموت يا اخي تفهم شو قبالي و نفهم ما نضروش بس عندنا نفهم اسمع سينو جو باري اون فرونسي كوا سادير مو سكي مي في سكي مي في مال بو واي سو بوبل لا سو بوبل سي جون اون ا في دو ان بيزنس كونسيور فرونسي باش تروح فرنسا يتفو 200 مليون علاش شميتين هذا خرا هذو رخاص ولا رخاص والله غير رخاص ولا غير تحاسبوا تروح لإسبان يتفوت 200 مليون صح ها هكذا ما توصلش تروح تسرق ولا تبيع الأرض باش تروح فرنسا هاي بعيد سادير يا دي كيستيون يا دي شوف شحال يروحوا في البحر يموتوا الله يرحمهم اكزاكتومون ان شاء الله ما يزيدوش اكزاكتومون دونك هما يروحوا في البحر دونك ما جي اونتوندي كوا سمعت باللي هضر سمعت باللي يا رشيد يعني كاس كاش نهار توصل البريزيدون يا رشيد ديالي الشاب هذا تتلح في البير راه في البير يا اخي الدار يقول داك فينا ان شاء الله ان شاء الله فينا دوقا والله خلي يكمل كمل شاب راه في البير قلت بليك كاش نهار نروح نولي بريزيدون نعيهم في البير راه ريالمون يسون دون لو بي كوا دونك ما سكي جيساي سادير يا دي كيستيون تري امبورتونت Des questions très importantes qu'il faut aborder. Bon, certes, il faut une construction, mais c'est que... Douga, step by step. Ok, step by step, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire que cette souffrance de ce peuple, ils aiment... Il faut la défendre. La défendre dans ce sens, avec une vraie constitution. Une constituante d'abord. Exactement. Moi, par exemple, si j'ai proposé aujourd'hui une idée... Par exemple, vous, l'opposition, c'est-à-dire que vous êtes là depuis des années, vous pouvez créer un gouvernement provisoire sur Alger. Vous devez le faire. Pourquoi pas Mais en ce moment, c'est une proposition. Vous allez créer, en quelque sorte, un gouvernement provisoire et vous allez écrire cette constitution qui va défendre le peuple.
كيما الجي بي لا فري كونستيتيونت كوا عباس الله يرحمه فوالا اون فري اون فري كونستيتيونت اسكو فو سافي كو جي بروبوزي سون با اي فو لا بروبوزي اون كو اي فو لا بروبوزي ام 17 سادي اي فو لا بروبوزي اوجوندي اف اف اس اي مسيو بوشاشي اي تو توندونس بوليتيك جي بروبوزي سون با فولو دروك دروك اسمع اسمح لي اسمح لي دروك الشاب يمشي برك يمشي برك مي اون ا بيزوان دون سيرتين سادير بوز دي كيسيون فوالا C'est-à-dire qu'ils veulent savoir comment on peut aller vers cette construction, quoi. Donc ce contre-pouvoir, il faut le créer avec des institutions. Voilà les hommes à Merci beaucoup. Voilà les affaires qu'on vient de faire. On va y aller étape par étape. Étape par étape. Je suis là. Jish, jish, shab, ma kia la shi, jish,
معك يا رشيد جيش شعب معك يا رشيد الله يحفظكم بارك الله فيكم صحيتكم ميرسي بوكو سي جنتي هلا كلمة معليش الكبل الكبل معليش شوفوا هذا قايد صالح ماذا عرفوا ما يعرفني وعلى بالكم باللي قال مؤسسات راهم فاسدين ولكن 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 هذا الشكشوكة راهم يديروها مغربي في المرادية بن صالح بالعيد يخرج يديروا في النيش ولا بالنيش وبعد يديروا وضع حر باللي ذاب هذه التكشوكة سياسية أرجع شوف خلوا ست شهور الجيش يحكم البلاد يعدل الدستور مع المعارضة حسب العصابة هذه من بعد وينظم انتخابات بشي الإدارة ولا الأفلال ولا الردون ينظموا الانتخابات من بعد ست شهور إن شاء الله يكونوا الانتخابات اي واحد اي واحده اللي يبغوا يترشحوا هذو الانتخابات مرحبا بهم والشعب هو اللي خير الرئيس الجديد تبع ست شهور ان شاء الله معكم ان شاء الله رشيد ان شاء الله انتخابات نزيهه يعني تكون ان شاء الله اسك ترشح ترشح وي يا شنو كل انت واش دير البلاد ما عندي حتى مشكل في الدستور الجزائري لو كان الجيش ينظم انتخابات ان شاء الله نرشح وندوها كاع ان شاء الله اشكال حتى اشكال لو كان بروبليم ما كان عندي 29 رشيد رشيد عندي كيسيون ما تجي كان العصابه هذيك ما تروح Est-ce que vous allez procéder à un gouvernement provisoire avec l'opposition ? Chofo, lequel ? Maintenant le 1er novembre, Inch'Allah. On a bien comme le 1er novembre, t'as fait le Jemaa. Wallah, 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 dire au gouvernement provisoire, dans le Mouarada, Al-Jazairia, on kharjou, bittariqa, kanouniya, démocratia, hada l'Isaba, Al-Jazairia. La faillou. L'essentiel qu'on a dans le mouille, on a dans le milliard de dollars. Le gouvernement provisoire n'a qu'à. Le gouvernement provisoire, c'est essentiel. Non, il y a l'essentiel. L'essentiel, c'est l'étranger, l'opinion internationale, le TPE. Tout ça, l'opinion internationale, ونعاودها لكم بار كونتر هنايا تاع زازكا بار كونتر كتي تي باز ان غران مسيو جو سوي تري بوتي سي لا فايو جو سوي تري بوتي انا ما زي لا فايو شوف جو سوي ميم بلو بوتي كو معليش ضري 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 زي لا فايو بروبوزي ناس دي ما تبلو ناس امبوال لي زام ارغاز ما تبلو ناس باي باي جيكو باي ما تبلو ناس لا يرحمو يجوها باش باش افهم كوا شتي عقلك تجاض باش تصادم كونسيرت تنزر هذاك الشغل شوف قول لك لا لا ثلاثة يو ثلاثة يو ثلاثة يو شوف رشح روحك ولي رئيس معليش وبيز روحك انت يا لو كنت تديها ان شاء الله انت واش دير كاع البلاد شوف يا جماعه شوفوا الغاز بطل شوفوا ما يبقاش الغاز بطل وديروا دولة القانون رشيد تمازيغ لغه رسميه تاع الصح ان شاء الله رشيد ديري جاب الاستماره تاع الكاشير هذاك
هاودي عدي شوف عديري بسكي الله يهدي هذا بالكوكو لازم تطلع لي فوق هذا الشيء هادي واش دير خلاصو كي خلاصو هاد البسيرة اتون جو في جو في ريميرسي تو الموند يا جماعة جو تيان فو ريميرسي على هذا الاستقبال وعلى هذا حار وعلى نروحو تا فلاكا وين وي هاني بهايا بسم الله هيا هيا نروحو فلاكا هيا ويا راشد يا راشد على شبنا راشد بريزيدون معاكم وبيكم ان شاء الله والتحية زازكا هيا روح هيا لابلاك هيا هيا روح لابلاك هيا وجماعة هيا وجماعة زازكا هيا حضارية حضارية سيفيزم ولا اسمح ولاش 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 الاسلام ولا لا هذو وقفوا معنا في عزازكا وفي عقبو والله يعطيكم الصحة شاب معنا راشد بوفوار أساسا والله لا.